السلام عليكم، مرحبا بكم أبطال أكاديمية العطاء، وياكم أخوكم وزميلكم الدكتور محمد أمين العبايتشي، خريج كلية الطب ومن الأوائل بمعدل 85.5. يا رب بداية سنة حلوة، سنة خير عليكم، ونسمع عنكم كل التوفيق وكل العطاء وكل الإنجاز. راح أكون وياكم ويا مادة الباثولوجي لهاي السنة، بكورس مادة الباثولوجي اللي هو علم الأمراض. قبل ما نبدي وقبل ما نحكي عن هاي المادة شنو، أنا حبيت أوضح لكم بعض النقاط عن شنو هو الباثولوجي، شنو هو علم الأمراض. راح تسمعون هواي بأنه الباثولوجي من المواد الغثيثة، من المواد اللي يحتاج لها فهم، من المواد اللي يحتاج لها دراسة هواي، من المواد اللي تنسي إلى آخره. هواي تسمعون من المواد بأنه اللي هواي يرجعون بها طلاب، هواي بها ما يحصلون معدلات، ما يحصلون درجات زينة، هواي يخفقون بها بالامتحانات. هذا صراحة كل الحكي أريدكم تحطوه وراء ظهركم وتفتحون صفحة جديدة لهاي المادة. إن شاء الله بداية سنة جديدة، انطلاقة جديدة، راح تثبتون عكس هذا الكلام. راح تشوفون بأنه هاي المادة من المواد اللي تتميز بروحها ديناميكية، بأنه من المواد اللي تتميز بأنه ذات طابع فهمي. أنت هسه اليوم اجيت مادة من المواد ممكن يحتاج لها فهم، يحتاج لها دراسة هواي، ورا مدة ترجع تنساها كثير من المواد هيك، وهذا الشيء طبيعي بكلية الطب، ترجع تقراها وهكذا. على العكس من الباثولوجي، الباثولوجي يتميز بأنه مادة ذات طابع فهمي أكثر مما هي حفظي. يعني شلون؟ يعني أنت إذا أجيت خذت معطيات عن هذه المادة، بنيت أساس بهذه المادة، كونت فكرة كاملة لميت بالموضوع، مستقبلا بعد سنة سنتين مو إلا تتذكر هذا الموضوع بالضبط بحذافيره، بس انت ماخذ اللب الاساس، ماخذ الفكره الاساس مالته. انا ما احكي لكم هسه، انت راح تقروها وتضبطوها بحيث من تمتحنون بها ان شاء الله الدرجات العاليه والتفوق. لا، احكي لك مثلا كماده باثولوجي بعد سنين. جاء كيس عن ماده الباثولوجي، انت من سنين قاريها، بس اذا انت فاهم اصل هالفكره ومطبعه بذهنك وبدماغك راح يكون حلها بسيط، وما راح تلقون سؤال او كيس او فد موضوع معين انطرح عليكم فكرت فيه خمس دقائق دقيقتين، ربطت الافكار اللي ببالك، كونت فكره لهذا السؤال، راح تلقون حل ان شاء الله. تطول خلق دقيقه او دقيقتين، راح تتذكرون الافكار الاساسيه، راح تتذكرون الفكره اللي مكونيها بدماغكم، راح تحلوه ان شاء الله. فالفكره من هذا الحكي كله بانه هي ماده فكريه مثل الرياضيات، بانه معادله، انت معادله اذا فهمت شنو المعطيات اللي بيها شلون تحلها بعد سنه او بعد سنتين، انت هاي الفكره موجوده براسك، مجرد ما انه انت تواصل بين هاي الافكار راح توصل للحل. فاليوم احنا طبعا راح نبدي بسلسله الكورس مال الباثولوجي، نبدي من اول محاضره، من اول موضوع اللي هي introduction to pathology، بانه راح نتناول خلينا نقول بانه شنو علم الباثولوجي، شنو يدرس، شنو اقسامه. فهو تعريف العلم الباثولوجي، محاضره تعريفيه بسيطه خفيفه تعرفكم على بقيه الكورس، شنو راح تاخذون، شنو راح يلقاكم، شنو راح تتوقعون من هذا الكورس. فان شاء الله نكون وياكم اول باول بهذا الكورس، واي سؤال او اي استفسار يخطر على بالكم لا تترددون بالتواصل، وان شاء الله نكون وياكم على طول الكورس وعلى طول السنه، ونجيب على جميع الاسئله ونسمع منكم الاخبار الحلوه. طبعا كباثولوجي راح نبدي بالاوبجكتيف التاليه، بانه شنو راح ندرس اليوم او شنو راح ناخذ اليوم كانترودكشن تو باثولوجي. راح نعرف شنو تعريف الباثولوجي، شنو تعريف علم الامراض، شنو الأقسام مالته subdivisions، إلى شنو شنو يتقسم، شلون درسوه، شنو التكنيك اللي وصلوا بيها وطونا هذا العلم technique of pathology. طبعا أكو شيء اسمه molecular pathology، molecular بمعنى يعني على مستوى الجزيئات، بأنه علم الأمراض على مستوى الجزيئات أيضا وصل. و learning pathology، إحنا خلال هذا الكورس أو كباثولوجي شلون ينعطى، شلون يندرس، إحنا شلون راح ندرسه. فهم راح الاوبجكتيف الخامس او الفقره الاخيره من هذه المحاضره راح تكون بهذا الخصوص.
تمام. اول شيء نجي التعريف الباثولوجي، من شنو يعني شنو تعريف علم الامراض او شنو تعريف الباثولوجي؟ طبعا من ناحيه اللانجوج مالته مين اجاني الباثولوجي؟ اجاني من مصطلحين، باثولوجي لوجو بمعنى باليونانيه بمعنى ستدي اوف او دراسه، هو يعني دراسه اي علم ماشي، هيستولوجي باثولوجي اندوكرينولوجي، هاي النهايه اللوجي بمعنى ذا ستدي اوف. الباثا هو معناه السفرينج، هو معناه الديزيز، يعني بمعنى المعاناه، وبالتالي دراسه المعاناه او دراسه الامراض. يعني هذا العلم بمن يهتم؟ هذا العلم راح يهتم بكيفيه دراسه هذا المرض، هذا المرض شلون صار لي، شلون طلع لي، شلون صار. انا من اقول شلون صار اذا نستنتج بانه هذا العلم ايش راح يدرس لي. فهسه على مود نثبت المعلومه بانه عرفنا بانه احنا باثولوجي من اجانا المصطلح من مقطعين اللي هو الباثو سفرينج واللوجو اللي هو ستدي اوف ديزيز. نيجي كتعريف يعني كتعريف علمي لهذا الباثولوجي هو شنو؟ There are structural change that cause functional disturbance provide clinical feature. يعني شنو؟ يعني اني راح يجيني هذا من اجاني انا اصلا الباثولوجي، المرض شلون صار لي، انا اي مرض راح يصير بالجسم شلون راح يصير؟ راح يصير structural change. اللي structural change راح اقصد بها تغيرات تركيبيه بعضو او بنسيج معين او بخليه على مستوى خليه. هاي التغيرات هسه انت مثلا ساعه ميل مال الساعه فتشي حلو ماشي امور ويعطيك شغل حلو، اي خربطه تصير يعني راح يصير ستراكشرال تشينج، راح تصير خربطه بالتركيب، سواء قلت لكم على خليه نسيج او عضو، راح يعطيني خربطه بالوظيفه فانكشنال ديستربنس، وظيفته راح تتغير. وبالتالي انا اي جهاز اي عضو اي فعاليه حيويه اذا تخربطت وظائفها راح انا اشوف لو وظيفه يعني حلوه ومستمره لو فشي مخربط. فانا من تتخربط راح تكون لي يعني راح اقدر اشوفها، راح تعطيني كلينيكال فيتشر. كلينيكال فيتشر معناه اعراض، بمعنى ساين اند سيمتومز، بمعنى يعني اعراض للمرض. فاذا تخربط مثلا خلينا نقول على سبيل المثال اذا صار ديث بالمايوسايت اللي هي الخليه العضليه راح يعني راح تبدي جلطه بالقلب، جلطه راح تسوي لك اعراض، القلب كان يشتغل وما بي شيء لا يقوم يوجعه، بعد ما يقدر ممكن يصير به هارت فيلر او بمعنى عجز بالقلب، وبالتالي تخربط وظيفه القلب اللي هي الضخ وضخ الدم لعمل كل الجسم، وبالتالي كل الجسم ممكن راح يعاني من نتيجه هذا الشيء وراح تطلع اعراض. فكتحصيلا فهو بالباثولوجي اوف اني ديزيز اي مرض هي اكو هاي المبادئ الاساسيه بانه study of structural change of the relevant tissue tissue قلنا أو خلية ممكن that reflect as functional disturbance which in turn perceived as clinical feature وبالتالي تعطيني الأعراض. كباثولوجي راح يدرسوا على قسمين وراح نجيب بالتفصيل أكثر، بأنه أنا كمقدمة بأنه كباثولوجي أنا راح أشوف gross pathology أشوفه بالعين المجردة او اشوف على مستوى الخلايا مولكيولار بايولوجي. احتاج شنو؟ اذا احتاج على مستوى الخلايا انا ما اقدر اشوف خليه بعيني، وبالتالي راح استعين بشيء اكثر متطور يعيني على هذا الشيء اللي هو الميكروسكوب. فالباثولوجي من درسوه على شكل جروس باثولوجي ومايكرو مولكيولار بايولوجي، فشيء يحتاج لميكروسكوب. فالجروس باثولوجي قلنا بانه نشوفه بانه هذا مثلا لينج اكو فد تيومر عليها، فشي واضح للعيان بانه اكو تيومر على هاي اللينج على هاي التشو. الجروس باثولوجي ممكن تشو تلزم تشوفه شكله طبيعي كل شيء ما بي، بس من الدرس بالمايكروسكوب لا والله راح تلقى بانه اكو تغيرات على مستوى الخلايا او اكو فد عدوى على مستوى الخلايا الى اخره، فاكو تغيرات واضحه للعيان جروس باثولوجي، اكو لا تغيرات غير واضحه تحتاج لها مايكروسكوب ويحتاج لها دراسات عميقه، يعني فد ايد يساعدني للوصول الى شنو السبب. فقلنا بانه الباثولوجي هو رينج
الستراكشرال تشينج هذه اللي قلناها التغيرات راح تكون على تو رينج اللي هنا موليكولار باثولوجي اللي قلنا نحتاج له مايكروسكوب نحتاج له مجهر او جروس باثولوجي اللي نشوفه بالعين المجرده اور نيكد اي. اوكي الجول من هذا شنو؟ انا ليش ادرس الباثولوجي؟ يعني انا دائما احب هم انا اطرح هذا السؤال دائما من درسون اي موضوع اي كورس اي ماده على حتى اي سلايد. انا ليش جاي ادرس هذا السلايد؟ هذا بشنو يفيدني بعدين كباثولوجي؟ بمن يفيدني؟ يفيدني بشغلتين مهمات، بانه انا راح اعرف الايتيولوجي مال الديزيز. الايتيولوجي اقصد بيه كوزز بين قوسين، واقصد بيه السبب. انا لكل مرض اكو سبب، الا بعض الامراض اللي احنا نسميها يعني ايديوباثيك غير معروفه السبب. احنا على مستوى فهمنا الله اللي طانا اياه حاليا ما عرفنا سببها، بس ماكو شيء يصير، ماكو تغيير يصير، لابد الا اكو سبب. فانا الجول مال الباثولوجي هو تو نو سبب، على مود اعرف السبب، تو نو ذا كوز اوف ذيس ديزيز. اوكي ورا ما اعرف هذا السبب راح يفيدني بشغلتين كلش مهمه. اول شيء ديزيز بريفنشن، بانه امنع هذا الديزيز او امنع المرض مستقبلا، وكذلك اعالج هذا المرض سكسسفول ثيرابي. على سبيل المثال، على سبيل المثال بانه الجلطه القلبيه المايوكارديال انفاركشن، اني اذا اعرف شنو اللي يسبب لي الجلطه القلبيه، مثل هواي اسباب هواي يعني عوامل خطوره، مثل التدخين، مثل ارتفاع ضغط الدم، مثل السكري هايبرتنشن دي ام، ذني خلينا نقول اهم العوامل. انا هسه صار ببالي اكو ايتيولوجيكال كوز، اكو اسباب لهذا الشيء. اذا اجيت منعت هاي الاسباب، يعني قطعت التدخين ونظمت الضغط نظمت السكر، فاكيد المايوكارديال انفكشن راح تقل، وهذا الشيء راح يفيدني، الجلطات قلت في المجتمع. او انا عرفت بانه عضله القلب جت تموت، اكو فد جلطه ساده مجرى الشرياني للدم ومسببت لي هاي الجلطه، مسببت لي هاي موت الخلايا العضليه. انا من عرفت هاي السبب راح اعرف شلون اعالجه، اعطي مميعات للدم، اعطي مضاده للالتصاق مال الصفيحات الدمويه انتي بليتليت، وبالتالي راح اقدر اعالج المايوكارديال انفكشن، او اطب بكاثيتر يطلعون هم يطبون يعني قسطره للشرايين القلبيه ويوخرون هاي الخثره، يوخرون هاي الجلطه. فهم من عرفوا السبب عرفوا شلون يمنعوه، ديزيز بريفنشن هسه الجول مالتي، وشنو سكسسفول ثيرابي. فهذا الجولين المهمات اللي هنا صراحه كاطباء كطب بصوره عامه احنا بيمن يهمنا، يهمنا بانه المرض ما يصير، ومن يصير المرض نعالجه. فهن يعني كباثولوجي جاي يشارك باهم اهم يعني هدف للطب، بانه ديزيز بريفنشن ان سكسسفول ثيرابي. الفيلد اوف باثولوجي يعني المجالات اللي راح نشوفها بالباثولوجي، راح نشوف مجالين بالباثولوجي، كل واحد يسلك مجال. المجالين اللي هو عندي اكسبيرمنتال باثولوجي، اللي هو يعني بمعنى اكسبيرمنتال، من اقصد اكسبيرمنتال بانه تجريبي بحثي، يعني تجي ناس تبحث وتسوي بحوث على مثلا على سبيل المثال على قطعه من التشيو معينه، يعني قطعه من الانسجه، او على حيوان معين على سبيل المثال الفاره، في سبيل يعني تطور العلم، في سبيل توصل الى معلومات ما مكتشفه. والنوع الثاني اللي هو كلينيكال باثولوجي، اللي يهمنا احنا كاطباء بانه هذا المرض شلون يصير، شنو اعراضه، شلون اقدر اعالجه، لان انا راح اعرف سببه، وقلنا الجول مالته. وبالتالي احنا كاطباء مجالنا هو الكلينيكال باثولوجي، اللي هو شنو المرض، شنو اعراضه، شنو علاجه، وهكذا. فهسه كفيلد بانه قلنا عندنا الاكسبيرمنتال البحثي، والكلينيكال اللي هو التطبيقي كلينيكال باثولوجي. كاكسبيرمنتال باثولوجي بانه اني شنو راح يتناولون بي، راح يتناولون بانه مانيبوليشن، يعني يتملعبون بالمعنى الحرفي، بانه يجون يتلاعب بتشيو معين، يتلاعب بتركيبة أنسجة حيوان معين على مود يوصل النتائج، يدرسها هل شيء تفيده، ممكن يطبقها على الإنسان، وبالتالي ممكن يخترع علاج، ممكن يكتشف سبب مرض ما مكتشف، وبالتالي يفيد
الميديسين يفيد البشرية يفيد الطب. فهم ذولا experimental pathology observation of effect of manipulation on animal models or cell culture, يعني خلايا هو مجمعها من الإنسان, وبالتالي دخلها regarding research يسوي عليها بحوث on human disease. واضحة فأنه manipulation on animal model وبالتالي تفيدني بمن بالresearch on human disease, بعدين بأنه بالأمراض أمراض البشرية human disease راح أستفاد لأن أنا درست هذا الشيء على كائنات مثلا. أول شيء بدون مثلا كائنات بشرية, ممكن الموديل مالتي فأرة أو ممكن أميبا ولا آخره, هواي مودلز أكو لكل نوع حسب كل نوع مودلز. النتيجة النهائية بأنه أنا اضطت بمعلومات أقدر أخدم بها human disease الأمراض البشرية. ذولا الباحثين الاكسبرمنتال باثولوجي للكلينيكال باثولوجي اللي احنا كأطباء اللي هنا راح نجي للبيشنت illness, بأنه شنو patient illness يعني المرض الأمراض اللي راح نواجهها الأمراض للناس يعني للhuman beings, بأنه راح نتناول بهذا الشيء بأنه الهيستوري الاكزامينيشن انفستيجيشن دايجنوستس وتريتمنت. الهيستوري القصة مال المرض, الفحص من افحصه, ادز التحاليل الانفستيجيشن, ارسم الدايجنوستس التشخيص الصار البالي والتريتمنت خطة العلاج. لان احنا قلنا كباثولوجي يدخل بهاي الجول الرئيسي. فانا ككلينيكال باثولوجي كل مرض اعرف مسبباته وبالتالي اعرف ايش راح يسوي وبالتالي راح اعرف ايش اسال, من عرفت ايش اسال صار عندي هيستوري, اعرف ايش افحص لان هو راح يسوي لي فانكشنال ديستربنس خربطه بالوظائف, فاجي افحص وظيفه اعرفها اذا متخربطه او لا, صار عندي الاكزامينيشن, اجي اسوي بعض التحاليل اللي ممكن اكتشف بها نوع الخلل وبالتالي راح اوصل للتشخيص الدايجنوستس واعرف ايش راح اعطي علاج التريتمنت. فالكلينيكال باثولوجي اللي يجي شنو معناه هو الكلينيكال باثولوجي اللي احنا يهمنا كأطباء راح يسوي لنا تحليل للأسباب وشلون سوت هاي الأسباب المرض, يعني راح يسوي لنا analysis تحليل للإتيولوجي المسببات وللباثوجينيسيس. باثوجينيسيس شنو أقصد؟ mechanism of its evolution يعني شلون صارت, يعني أنا ماشي أوكي تمام بأنه أنا الجلطة عرفت بأنه خثرة تسد الشريان الدموي وبالتالي تصير جلطة, من نسد أنا عرفت السبب بأنه انسداد الشريان أوكي, ورا ما نسد شلون تحول هاي الخلية من خلية تشتغل خلايا تشتغل ما بها شيء إلى خلايا ميتة, شلون تحولت إلى هذا الشيء, هاي يسموها باثوجينيسيس. فأنا ككلينيكال باثولوجي أهتم بأنه شنو السبب وشلون صار وبالتالي راح أعرف أعالج أعرف أشخص أعرف أمنع حدوث هذا الشيء prevention. فالكلينيكال ميديسين الطب الباطني والكلينيكال باثولوجي اللي عرفناه يعني علم الأمراض السريري are complementary, واحد مكمل للآخر وما أقدر أفصله, لأن أنا ما ليس من الممكن بأنه أشخص مرض وأعالجه إذا ما عرفت سببه له clinical pathology مات, فلازم أعرف السبب عن مدارف أعالج وأعرف أشخص فما أقدر أستغني عنه. كذلك clinical medicine أني يعني clinical pathology شنو الفائدة بأنه أعرف السبب وأعرف شلون يسوي المرض إذا ما أشخص وأعالج, شنو الفائدة إذن من أدرس هذا الشيء؟ فواحد مكمل للثاني وما نقدر نفصلهم. نجي للأوبجكتيف الثاني بهاي المحاضرة بأنه شنو الأقسام اللي راح نمر بيها اللي راح ندرسها خلال هذا الكورس ونتعرف عليها بالتفاصيل. فشنو أقسام علم الباثولوجي, شنو السبديفيجنز مالته, وكل علم أكو أقسام, قسم يهتم بدراسة فشغلة معينة, ودائما احنا حاليا كما جانا نتطور كما الديفيجن يقسموا إلى سبديفيجن يعني فشي أصغر وأصغر ويصير علم ومختصين بدراسة هذا العلم. فإحنا كما نتوجه كما الاختصاص كما تكون الأمور دايركتلي كما تحت السيطرة أكثر. فهسه راح نجي نفهم شنو الأقسام مع العلم الباثولوجي. فكباثولوجي هاي مخطط وراح نرجع بالأخير وراء ما راح نشرح كل واحدة منهم راح تلقون نفس المخطط ونعيدها كريفيو.
بأنه من متكون الباثولوجي الأقسام مالته. راح نسمع كلمة باثولوجي بالأخير والقسم بالبداية. فبالبداية عندنا الهيستوباثولوجي. هيستو من اسمه بأنه تشيو، معناه الهيستو باثولوجي. باثولوجي عرفنا بأنه علم الأمراض، الهيستو يعني بمعنى تشيو. فهذا علم الأمراض على مستوى الأنسجة، تشيو نسيج، فعلم الأمراض على مستوى الأنسجة هيستوباثولوجي. سايتوباثولوجي على مستوى خلايا، سايتو بمعنى سيلز، سيلز باثولوجي يعني علم الأمراض على مستوى الخلايا سايتوباثولوجي. هيماتو، هيماتو أقصد بيه بلود، أقصد بيه دم. فهيماتوباثولوجي علم الأمراض، علم دراسة الأمراض الدم، علم أمراض الدم. أكو اختصاص سبيشالتي كاملة، إذا تمشون بالشارع مال أطباء تلقاه اختصاص أمراض الدم. فهيماتوباثولوجي. مايكروبيولوجي، مايكرو بمعنى خلايا مجهرية، بيولوجي وبالتالي الباثولوجي مال هذا الفرع يهتم بدراسة الأسباب اللي تسوي لي infectious disease، اللي تسبب لي عدوى مثل الكوفيد. كل احنا ساعدنا معلومات عن الكوفيد، شنو هو الكوفيد، شي يسبب لك أعراض، ليش يصيب هذا الجهاز، يصيب الجهاز الريسبيراتوري سيستم، شنو ممكن يسوي له، صار وشنو علاجه. صار بحث على ثقافة على عالمية اللي هو ضمن يندرج ضمن الميكروبيولوجي. وبالتالي علم الأمراض المجهرية راح يعرف بأنه شنو الميكروبيولوجي، يعني شنو الميكروب مال هذا المرض، وبالتالي شلون يسبب لي المرض وشلون يقدر يعالجه. الاميونوباثولوجي، الباثولوجي قلنا ثابته، الاميون بأنه الجهاز المناعي، الاميون سيستم. فالعلم يهتم بالدراسات الدفاع، يعني الأمراض اللي تصيب لي الإميونتي، اللي تصيب لي الخطوط الدفاع مال الإنسان، الجهاز المناعي شنو هي. كيميكال باثولوجي، من الاسم كيميكال، مواد كيميائية تسبب لك يعني تغير بالمواد الكيميائية داخل الجسم، راح تسبب لك أعراض، تسبب لك أمراض مثل الصوديوم الكالسيوم. هواي عندنا يعني كيميكال سبستنس بالجسم، يعني مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والايرون، هواية هواية من تتغير ممكن تسبب لي امراض. فهذا الكيميكال باثولوجي يهتم بدراستها. الميديكال جينيتكس اللي هي المادة الوراثية، جينيتكس. طبعا محاضرات يعني هم راح تكون على الجينيتك خاصة، والجينيتكس من المجالات اللي بيها ايفولوشن كلش سريع، تطور يوم عن يوم، يكتشفون حاجات جديدة، يكتشفون مجالات داخل الجينيتكس ما كانت موجودة قبل. فجينيتكس باثولوجي يدرس الأمراض اللي على مستوى الجينات اللي تسبب لي مرض بعدين، تسبب لي خلينا نقول سندروم معينة اللي هي متلازمة، مثل داون سندروم اللي هي متلازمة داون، اللي هم احنا نسميهم يعني المنغوليين، بأنه راح تسبب لي بأنه اكو تغيير بالمادة الوراثية، وسببت لي شنو؟ سببت لي أعراض، سببت لي نتائج، لأن تغيرت المادة الوراثية. وبالتالي هذا العلم يهتم بدراسة المادة الوراثية. توكسيكولوجي، السموم، يهتم بالسموم يعني البويزنز اللي تصيب الجسم وتسوي لك أعراض، تسوي لك أمراض. وآخر شيء اللي هو الفورنسيك باثولوجي، بغض النظر عن هذا المسبب، إذا الفورنسيك أقصد به فورنسيك عدلي، الطب العدلي، القضايا الجنائية، بغض النظر عن شنو السبب. من تصير انت تشك كطبيب، شكيت بانه هاي فيميل مثلا او ميل يونغ شاب على ساعة جديد ميت، انت شكيت لا ما عنده فد شيء سابق، ما عنده امراض سابقة، شكيت انه القضية جنائية، فها راح تدخل ضمن الفورنسيك. فورنسيك باثولوجي يجي يبحثون عن سبب الوفاة، وبالتالي من يعرفون السبب ممكن يعرفون القضية بأنه هي القضية موت طبيعي أو لا قضية قتل، وبالتالي إجرام، وبالتالي قضايا يعني تدخل ويا الشرطة. لذلك احنا سميناها فورنسيك اللي هو الطب العدلي. فنجي راح ناخذ ديفيجن ديفيجن. أول شيء سب الهيستوباثولوجي اللي قلنا بأنه هيستو تيشو، فهذا راح يهتم الدياغنوسيس اوف ديزيز فروم اكزامينيشن اوف تيشو، يجي يفحص تيشو نسيج لقى بيه خربطه
عرف هاي الخربطة يسببها فلان، يعني مثلا التيشيو تخربط نتيجة انفلاميشن يعني التهاب، عرف بأنه هذا الالتهاب يسوي لي هذا الشكل، فإذا ما طول أداني هذا الشكل على النسيج إذا هذا الالتهاب وبالتالي هذا التشخيص، وبالتالي أنا عرفت التشخيص نتيجة الاكزامينيشن مال تيشيو، اكزامينيشن اوف سبيسيفيك تيشيو اللي صار بيه ديزيز، يعني من فحصت النسيج عرفت شنو التشخيص، فهو الهيستوباثولوجي. السيتوباثولوجي بأنه يدرسون على مستوى خلية، يدرسون التغيرات مال هاي الخلية، وبالتالي أنا من عرفت التغيرات مال الخلية أعرفت بأنه إيش راح يسوي له على مستوى نسيج، على مستوى عضو، على مستوى كائن بشري كامل. الهيستوباثولوجي أنا قلت لكم أدرس خلية، هاي الخلية ما راح يجيبوها، طريقة للكولكشن لو اكسفولييتد سيتوباثولوجي لو فاين نيدل اسبيريشن. شنو يعني ذني اكسفولييتد؟ بمعناه هو يعني بمعنى يعني شيدنج، بمعنى طايح، بانه خليه هي اصلا يعني خليه خارجه عن النسيج مالتها، بانه مثل على سبيل المثال راح اضرب لكم مثال عمود تكون واضحه، مثل السبيوتوم يعني البلغم، عفوا البلغم، انا اجي ادرس الخلايا الموجوده داخل البلغم اللي خرجت من الجهاز التنفسي، راح القى بكتيريا، راح القى مثلا خلايا معينه انا في مثلا سرطانيه، فانا من دراسته عرفت بانه شنو السبب، فهو اكسفولييتد يعني انا ما انسحبته من النسيج، لا هو اصلا يعني اكسكريتد يعني خرج من الجسم بنفسه، مثل السبيوتوم، مثل اليورين الادرار، بانهم يدرسون بانه شنو بي خلايا ما بي خلايا، او لا انا اجي اسحب من هذا النسيج فاين نيدل اسبيريشن، اجيب نيدل سرنجه مثلا من الغده الدرقيه من الثايرويد جلاند، اجي اسحب الخلايا مالتها على مود اشوفها بانه الخلايا طبيعيه، الخلايا مسرطنه وهكذا. فساتوباثولوجي على مستوى الخلايا ايزوليتد سيلز. هيماتوباثولوجي بانه هيماتو قلنا البلد، بانه نجي ندرس الديزيز على مستوى بلد سيلز يعني شنو خلايا الدم، وكذلك المخثرات مال الدم يعني الكواجليشن سيستم اوف بلد. فهذا العلم يتناول دراسة مختلف أنواع خلايا الدم، نجيها بعدين أو في كورسات أخرى، وكذلك الكواجليشن سيستم اللي هو نظام التخثر في الدم. أكو بعض الناس يصير عندهم نزيف تلقائي، أكو لا والله تجلطات، ليش؟ لأن أكو خلل بالكواجليشن سيستم، أكو خلل بنظام الخثرة عندهم، وبالتالي راح يسبب عندهم أمراض، هاي الأمراض تسبب عندهم أعراض وهكذا مثل ما عرفنا. فمن يهتم بدراستهم الهيماتوباثولوجي. مايكروباثولوجي من الاسم انه عندي خلايا مجهريه، مايكروبس مثل الفيروس، مثل البكتيريا، مثل الفانجس، الفطريات راح تسبب لي امراض، وهاي الامراض راح تطلع على شكل اعراض. فهذا شنو العلم يهتم بدراسه الانفكشس ديزيز، الامراض المعديه جنرالي، ومن الاورجانيزم اللي سببها، من المايكروبس اللي سببها، مثل الكوفيد عرفنا بأنه هو كورونا فيروس وإلى آخره. الإميونوباثولوجي، الإميون قلنا الجهاز المناعي، باثولوجي الأمراض اللي تصيب الجهاز المناعي اللي هو الديفنس ميكانيزم أوف أور بودي اللي هو خط الدفاع الأول، مثل اللوكيميا إذا سامعين بيها، بأنه أحد أمراض الدم يعني تصيب خلايا الدم البيض، يعني السرطانات اللي تصيب خلايا الدم البيض، وبالتالي الخط الدفاع راح مالته ينهار، والشخص دائما يكون عرضة للإصابة بالعدوى، وبالتالي حتى ممكن الموت بسبب هذا الشيء. فهذا الإميونوباثولوجي علم يهتم بدراسة الإميون سيستم. على سبيل المثال الحساسية، أكو هواي من الناس عندهم أسمى أو غير الأسمى حساسية، ليش؟ لأن الإميون مالتهم كلش فعال ويحارب يبدل الجسم أصلاً. فأكو أمراض اللي هي سببها immune system اللي هي خلايا الدم البيض والانتيبودي، الخلايا يعني المواد الدفاعية الموجودة بالجسم. فهذا العلم يهتم بدراسة هذا الشيء اللي هو immunopathology، وراح أكو يعني division كامل راح نتناوله خلال الكورس. chemical pathology من الاسم بأنه chemics، يهتم بدراسة الكيمستري، chemical change اللي راح
راح نشوفها بالجسم، مثل منو؟ مثل تغيير الصوديوم الـ Na أو الكالسيوم، هذا راح يسبب لي تغيرات، أو البوتاسيوم. البوتاسيوم إذا ارتفع راح يسبب خربطة بنبضات القلب، وممكن يسبب لي أرثمية اللي هي خربطة كهربائية، ممكن موت الشخص. ليش؟ لأن أكو كيميكال اللي هو البوتاسيوم متغير بالجسم. فهذا منو يهتم بدراستها؟ على العموم يهتم بدراستها اللي هو كيميكال باثولوجي، اللي هو يهتم بدراسة علم، يعني دراسة الأمراض اللي تسببها الكيمياء، يعني العناصر الكيميائية اللي سواء موجودة بالفلويد اللي هو الدم، الفلويد يعني موجود عندي، أو التشيو يعني الأنسجة. نجي للجزء الآخر اللي هو الميديكال جينيتكس، اللي هنا قلنا المادة الوراثية. هذا العلم يهتم بدراسة الوراثة على مستوى الـ DNA، المادة الوراثية الـ DNA، الـ RNA أو البروتينات النتيجة مالتهم، اللي مخفيها بالسادس ممكن، اللي مر بينا بغير كورسات، بأنه عفوا اللي هو الكروموسوم والجين، يعني الكروموسومات والجينات اللي موجودة داخل الكروموسومات اللي هو الـ DNA. فبالتالي التغير بالـ DNA راح يعطيني تغير بالبروتين، تغير بالخلايا، تغير بالأنسجة. على سبيل المثال أهل السيكل ديزيز اللي هو فقر الدم المنجلي، عبارة عن DNA، يعني عبارة عن هما هيموغلوبين اللي هو الناقل للأكسجين داخل الدم. أنا موجود عندي هيموغلوبين طبيعي، أهل السكر فقر الدم المنجلي راح يتغير بالمادة الوراثية جزء منها مختلفة عن الطبيعي، وبالتالي راح تعطيني بروتين مختلف، وبالتالي راح يعطيني خلية، يعني راح يأثر لي على مستوى الخلية. فنلقى الخلية الدم الحمراء تكون على شكل منجل. ليش؟ لأن يلتصقن هذني الابنورمال هيموغلوبين، اللي هن الهيموغلوبين الغير طبيعي اللي نتج لي من الجينيتكس الغير طبيعية. فنجي على العموم، أنا أريد أوصل فكرة بأنه ميديكال جينيتكس يهتم بدراسة المادة الوراثية اللي تسوي لي تغيرات على خلايا على الجسم بصورة عامة. توكسيكولوجي، علم السموم، شلون تتعامل ويا البويزنز، شنو البويزنز يسوي لك، شنو كل بويزنز شنو يسوي، شنو يسوي اعراض. اكو حتى الايثر سابقا، شنو كانت طريقه القتل السريه، وخصوصا بالنسبه للفيميلز، ضج من الرجال دز له السم بالعسل يسموها. ليش؟ لان العسل ما يبين فيه شيء. فأكو بويزنز فتاكة ماكو في غضون ساعات ممكن تأدي بحياة الشخص. فهذا العلم يهتم بدراسة أنواع السموم بصورة عامة، كل مادة اللي هي تعتبر بويزنز أو ما تعتبر بويزنز الإنسان، يعني هل تعتبر سم أو ما تعتبر سم، ومن هاي المادة تعتبر سم شنو الممكن التغييرات اللي تسويها. فهذا كله يتناول التوكسيكولوجي. وقلنا الأخير اللي هو الفورنسيك، اللي هو الطب العدلي، القضايا الجنائية اللي يدخل بها المحقق كونان، اللي هي اللي يموت الإنسان يدخل أرى جريمة قتل في الأمر، يجي يابا أكو جريمة قتل مو موت الله. فأنا كطبيب جتني حالة مثلا للطوارئ، شكيت بأنه هاي ممكن مو موت طبيعي، ما عندها فتشي، ما عندها لا أمراض سابقة، بعدها شابة وجابوها ميتة، ماكو في سبب واضح للوفاة. فأدزه للفورنسيك اللي هو الطب العدلي. يجون ذول أهل الطب العدلي راح يدرسون الجسم، ممكن الجروس مثل ما قلنا على مستوى تشيو بالمايكروسكوب، وهكذا احنا راح نيجي للتكنيك، تكنيك شلون يدرسون لما يوصلون السبب الوفاة، يعرفون ليش ماتت، ممكن على مستوى تشيو مستوى يعني مطيفه بويزن سم، يشتغل على تشيو معين يعني على نسيج معين يدمره، مثلا يدمر الليفر اللي هو الكبد، وبالتالي يدمر الجسم ككل تباعا. فالفورنسيك اللي يهتم بالقضايا الجنائيه اللي هي ليجال بيربس، اللي هي شنو؟ امور تخص الشرطه والبوليس، لان اكو صار موت في suspicious circumstance، يعني في قضايا مشتبهه به، يعني مو موت طبيعي، فيهتم بها الفورنسيك. فهسه كأوفر فيو على السب ديفيجن اللي خدناها، قلنا عندنا الهيستوباثولوجي اللي الأنسجة، سايتوباثولوجي على مستوى الخلايا، هيماتوباثولوجي الدم
مايكروباثولوجي اللي هو على مستوى الميكروبس والخلايا المجهرية والكائنات المجهرية، الإميونوباثولوجي اللي هم أهل الأمراض الدم اللي هم خطوط الدفاع الأول اللي هم يعني أمراض خلايا الدم البيض، خلينا نقول على سبيل المثال، أو غير أمراض، فاللي يهتم بالإميون سيستم اللي الأمراض اللي تصيب الجهاز المناعي، الكيميكالز اللي هي مثل الصوديوم والبوتاسيوم، الجينيتكس اللي عرفنا المادة الوراثية، والتوكسيكولوجي البويزنز والسموم، والفورنسيك اللي هو العدلي. غطيناه هنا بصورة عامة يعني كأوفر فيو، عرفنا كل واحد شنو يهتم يدرس، شنو واحد كل واحد شنو معناه، واللي هو هذا المطلوب من هذا، بأنه أنا بس هي محاضرة تعريفية، بس أعرف شنو الهيستوباثولوجي، شنو الماكروباثولوجي، شنو الميونوباثولوجي. وخلال الكورس راح ناخذ كل واحد منهم تفصيل، يعني كل ديفيجن راح نهتم بدراسته، وبالتالي راح نعرف شنو أمراضه، شنو الأعراض اللي يسويها، وهكذا. نجي للأوبجكتيف الثالث، بأنه التكنيكس أوف باثولوجي، أنا شنو يعني ذول العلماء أو الخبراء أو الأطباء شلون جاي يدرسون الباثولوجي، شلون عرفوا هذا السبب، يعني بأنه بس باوع هيك ويلا عرف، لا أكيد عندهم طرق متبعة على مود يوصلون للسبب، يوصلون للنتيجة، بحيث طرق متبعة لدراسة نسيج معين، طرق متبعة لدراسة خلية معينة. وحاليا اكو طرق على مستوى، واحطنا بأوبجكتيف منفصل، موليكيولار باثولوجي، على مستوى جينات قاموا يدرسون، على مستوى ريسبترات مستقبلات اللي هو ممكن تغير لي وتسبب لي امراض. فشلون جاي يدرسون التكنيكس شلون؟ راح نجاوبها بانه بسرعه مثل ما قلنا الجروس باثولوجي والمايكروسكوبك باثولوجي، هنا اول ما اجوا درسوا بانه اكو امراض واضحة للعيان بالعين المجردة، لا أمراض تحتاج مايكروسكوب مجهر يلا أقدر أشوفها. الجروس باثولوجي طبعا حطيت لكم هذه الصورة المفقوسة عينة على ود ما تنسوها، بأنه أقدر أشوفها with my naked eye يعني بعين المجردة بمساعدة بدون مساعدة أي شيء، أقدر أشوف أكو خلل، أكو باثولوجي بهذا المكان بهذا النسيج، وأكل لا اللي تحتاج مايكروسكوبك يعني تحتاج مجهر، وبالتالي لازم نحضر هذا النسيج على مود ندرسه للمجهر، وراح نجي شلون نحضره. فأول شيء راح نتناول الجروس باثولوجي. الجروس باثولوجي بأنه refer to change affecting various organs and tissue as evident to the naked eye، قلناها بأنه أنا شلون أعرف بأنه من خلال عيني المجردة بأنه أكو مرض جاي يصيب عضو معين أو نسيج معين واضح للعيان، يقول بأنه أشوف أكو هنا لانج تيومر، أنا لانج فوقها تيومر من الشكل أكو واضح، أو مثلا اللانج بها تغيرات، مثلا الرئة بها تغيرات أنا شفتها واضحة للعيان، مثلا التوسع في الغرف الهوائية، توسع بالقصبات، وبالتالي أنا واضحة للعيان بأنه أكو القصبات الهوائية متدمرة ومتوسعة. فهذا كل شيء أقدر يعني من خلال بس العين المجردة أستنتج شنو السبب وشنو المرض، فسميه gross pathology. على سبيل المثال هاي الصورة اللي هو يسموها honeycomb lump، هوني بمعنى عسل، الكومب اللي هي خلايا، هاي شايفين النحل اللي يسوي البيوت مال النحل، فذني الكومب مالتنا الخلايا مال النحل. فالهوني كومب لانج اذا نجي نشوف هاي اللانج الرئه يعني نشوف بها شكلها مثل خلايا النحل، مثل خلايا النحل وهيجي، فشي جروس واضح. فاعرف بانه سميتها هوني كومب لانج عفوا لان هاي الرئه تشبه الخلايا العسل الهوني كومب، فسميتها هوني كومب لانج. اعرف هاي الهوني كومبلانت بانه تصير بالبولمونري فايبروسيس يعني بين تليف الرئه، وبالتالي انا من شفتها عرفت شنو هو وعرفت شنو السبب، وبالتالي سميته شنو، نرجع نسميه جروس باثولوجي اللي هو يهتم بدراسه الامراض عن يعني او توصل الى المرض عن طريق العين المجرده فقط، جروس باثولوجي.
بالنسبة للنوع الثاني اللي هو الميكروسكوبك، كنا لأن عندنا احنا جروس وعندنا مايكروسكوب. الميكروسكوب هو مو اجيب انا يعني نسيج احطه في جو الميكروسكوب واضعه، ماكو شيء يعني، ولا اجيب مثلا اجيب اللون كلها احطها جوا الميكروسكوب، او اجيب التيومر سرطان كلها احطها جوا الميكروسكوب. لا، يحتاج العمليه يحتاج لها بروسيسنج، يحتاج لها يعني شنو بروسيسنج؟ يعني يحتاج للتشيو بانه احضره واحطه على سلايدات، وبحيث احضره تحضير فل ومناسب انا ودي احطه جوا المجهر اشوف كل شيء. فالمايكروسكوبك باثولوجي لازم بيها تكنيك على مود شنو؟ على مود preparation، احضر على مود ادرس يعني الباثولوجي. فالسبيسيمن preparation بانه تحضير العينه، شو راح احضرها for histopathological examination، يعني اللي دراسه الانسجه على المايكروسكوب شلون؟ عندي خطوات دائما هسه، يعني هي الواحد من يصفن لها شويه بديهيه بانه اني جبت هاي النسيج، مو اجي قبل احطه داخل شو اسمه داخل المجهر وفحصه، لا ماكو هيك شيء. لازم بالبدايه اقطعه، يعني انا هذا النسيج فلازم بالبدايه اجي اقطعه على شكل مثلا يقطعه على شكل صفيحات تصير مثل الاوراق، بحيث من احطه على الميكروسكوب راح يسهل لي مرور الضوء، وبالتالي اقدر اشوفه، اشوف شنو الخلايا، شنو النسيج الموجود اللي هو كان عباره عن يعني نسيج كامل معين. فانا اجي اقطع اول شيء تشو سكشنينج، تقطيع، او بعض التشو يعني يحتاج امبيدنج بواكس، بانه اجي انا قبل ما اقطعه هذا التشو ما اقدر اقطعه مباشره، يعني ينمرض مثل الليفر مثل الكبد، الكبد ما اجي اقدر اقطعه هيك يصير ثريده. فلازم بالبدايه شنو؟ لازم احطه بواكس امبيدنج، يعني اجي احطه بواكس داير مداره اغلفه بشمع، على مود مني اجي اقص براحتي بدون ما يتخربط التشيو، واضح؟ والعمليه الثالثه اللي ممكن احتاجها، بعض الانسجه تحتاج صبغه معينه، لان انا عندي مثلا تغييرات على مستوى خلايا شاك فيها، فاحتاج اصبغها على مود اعرف هاي التغييرات. يعني شلون؟ اللي هو يسموه هيستو كيمستري، هيستو بمعنى انسجه، كيمستري بمعنى شنو؟ بمعنى كيمياء، يعني كيمياء على مستوى انسجه، يعني تغييرات كيميائيه على مستوى انسجه. يعني شلون؟ يعني اصبغ هاي الانسجه بصبغات تتلون، بحيث اذا اكو فد مشكله راح تتلون هاي المشكله، عمود اقدر اضاعلها، اقدر اكتشفها عن طريق الميكروسكوب، عن طريق المجهر. يعني شلون خلينا نقول نوضح على سبيل المثال، بانه خلينا نقول صار عندنا مهرجان بي 1000 نفر، ذول النفرات اعتبرهم خلايا، اللي هم المهرجان اعتبره التشيو النسيج، اللي يقودون المهرجان اللي هم كوردينيتر اللي ينظمون، دائما تشوفوهم يلبسون لون برتقالي، او مثلا يلبسون باج تعريفي او يونيفورم معين، مثلا كلهم يلبسون قاب، فمعروفين، بحيث هذا مسؤول المهرجان يجي ما يدوخ ما يدور عليهم فلان 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 فلان. فالهيستوكيمستري نفس الشيء، بانه يجي اكو بباله يعني اذا اكو مشكله معينه مثلا حديد زايد، راح يعطي صبغه تروح تتسق بالحديد، فالخلايا اللي بيها حديد زايد راح تتلون، وبالتالي انا راح اجي القى الخلايا اللي بيها حديد زايد لونها ازرق، هاي خليه وهاي خليه وهاي خليه وهاي خليه، واضحه للعيان وبصوره سهله. فهسه انا عرفت بانه انا يكون احضر العينه قبل ما افحصها بالمايكروسكوب بالمجهر، فعمود احضرها عندي 3 ستيبس امبورتنت ستيب، سكشنينج تقطيع، ممكن بعض الانسجه تحتاج امبيدنج اغطسها بواكس، والهيستوكيمستري اللي هو هذا المجال اللي فتح لي واي ابواب بالدايجنوستس بالتشخيص، لان كل صبغه تشتغل على خليه، وبالتالي كل مرض ممكن الى صبغه، وكل مرض راح نميزه بسهوله لان اكو هيستوكيمستري، راح نجي بالتفصيل اكثر. فهسه مثل ما قلت لكم التشو سكشنينج، بانه انا اقطع النسيج، التقطيع اكو باي مايكروتوم جهاز هو يقطع لي، اعطيه هذا النسيج ممكن داخل واكس مثل ما قلنا، بانه داخل مكعب مال واكس، واحطه بالجهاز، يجي الجهاز هذا بي سكينه يعني، واعطي مثلا احتاج 100 سكشن، او احتاج هاي
الثيكنس مال السكشن مالتي، اعطيه معلومات يجي هو بيقاطع يعني سكينه فتشي ذكي، يحسب لك هالقد مليم، يقطع يطلع لك اياهن مقطعات وبصوره حلوه، لانه سلايدات يعني سلايد بانه شرائح، يعطيك اياهن على شرائح، عده شرائح بحيث تقدر تحطهن اندر مايكروسكوب داخل المايكروسكوب المجرة وتبحثهن. اكو اولد ستايل بانه يعني باي هاند مشراط، ويحطهن بعلبه بحيث يقدر يقطع وهكذا. بس هسه حاليا التوجه كله بعد صار المايكروتوم، مايكروتوم يعني الاسم بانه مايكرو فتشي رقيق، توم بمعنى قطع، مايكروتوم التقطيع بواسطة هذا الجهاز. قلنا بعض الأنسجة رقيقة يعني من يجي يقطعها ينمرض، شايفين مثلا الليفر هيك بحيث الخلايا تتدمر ممكن، يعني فتشي رقيق. فمن ادرس يعني ما اقدر اقطعها، لازم اغططها بماده معينه عشان تسهل لي تقطيعها، اللي هو الواكس، اللي هو شنو الشمع. فمثل ما تشوفون هنا بلو بروسيسنج بانه هنا شمع بعد سائل، وحطيت به يعني بيس اوف تيشيو قطعه مال النسيج اللي اريد ادرسه وغطيتها بالكامل، وانتظر يجف واجيب الماكروتوم اقصقصه. والستيب الثالثة اكو بعض الامراض اللي مثلا تشيو يعني نسيج مباشرة ابغى القى الخلل وين، اكو لا يحتاج تصبيغ عمود اميز وين وين الخلل اذا شاك بشيء معين، اللي هو الهيستوكيمستري. الهيستوكيمستري يجين يضيفون مواد معينة داي صبغات الى نسيج بحيث اصبغ هذا النسيج اصبغه، وهاي الصبغة راح تتفاعل ويا الخربطة الموجودة مثل ارتفاع الحديد، وبالتالي النسيج كله يتلون بلون جوزي ما عدا هالمكان اللي بارتفاع الحديد راح يتفاعل ويا الصبغة راح يعطيني لون ازرق، وبالتالي اعرف بانه اكو هاي الخلايا بها ارتفاع نسبة الحديد ويعطيني معناه اكو ديزيز معينة، او صبغة لاجل مثلا بكتيريا معينة، اكو انواع من البكتيريا تدخل داخل الخلية، فبالمايكروسكوب العادي ما تبين. اجي احط صبغه، الخلايا الطبيعه كلها راح تنصبغ، وبالتالي المايكروبس البكتيريا راح تبين تغذي واحد داخل الخليه، وبالتالي اعرف بانه اكو هاي اقدر اشوفها، اكو هاي البكتيريا داخل هاي الخليه وبالتالي عندها هذا المرض. فالهيستوكيمستري هو شنو؟ هو مثل ما قلنا بانه اضيف له صبغات specific reagent اللي هو histochemical stain، اضيف صبغه stain بمعنى صبغه، histochemical بانه صبغه على مستوى الخلايا او مستوى الانسجه، اللي راح تعطيني diagnostic value يعني شنو قيمه تشخيصيه، بنقول اضيف صبغه على مدى شخص، مثل ما ضربتكم مثال بالمهرجان بانه اللي لابسين يونيفورم ذاك وياهم مبينين. على سبيل المثال الباس ستين للجلايكوجين، الباس ستين يجي يلزق على الجلايكوجين، فاذا اكو بعض الامراض اللي هم جلايكوجين ديزيز بها مخربطه فراح تصير خربطه وتكون واضحه للعيان، ليش؟ لان الجلايكوجين تصبغ. او البيرلس ستين اللي هي تصبغ للايرون، اللي اكو فد امراض تسبب مثلا تراكم الايرون داخل داخل الانسجه، هيموسيدرين يصير. فاجي اصبغها بالبيرلستين وبالتالي اجي ادرس النسيج القى مليان حديد، وبالتالي اقول على اليابه اللي هو المرض هيماتوكريماسوسيس اللي هو تراكم الحديد داخل الانسجه. اوكي، وبالتالي انا من صبغت عرفت. انا ما اريدكم يعني تدخون بهاي التفاصيل، اريدكم تعرفون بانه انا من ادرس الهيستوباثولوجي مو قبل، وانما عن طريق شنو؟ عن طريق خطوات. هاي الخطوات عرفناها جنرال اللي هي شنو؟ سكشنينج قطعته، امبيدنج، وهيستوكيمستري صبغته، كل تشو لها تصبيغه معينه. اكو بعد الهيستوكيمستري طوروه بالزايد وسموه اميونو هيستوكيمستري والاميونو فلوريسنس. هاي شنو الاميونو هيستوكيمستري؟ الاميونو هيستوكيمستري بعد مثلا عد تصير تغيرات على مستوى ريسبترات يعني على مستوى مستقبلات بالخليه، وبالتالي تسوي لي امراض. هاي التغيرات شو راح اعرفها؟
او مثلا عنده انتي بودي اوتو اميون مثل الاس ال اي اللي هو داء الثعلبه اذا سامعين به، هذا تجي انتي بودي بانه انتي بودي يفرزها يعني الجسم تقاتل، يعني الانتي بودي انا عاده قاتل المايكروبس بس هنا اوتو اميون فتحارب الجسم نفسه، فهاي الانتي بودي تروح على الخلايا تلزق بيها وتبدي تدمرها. فاحنا شلون اعرف بانه هاي يعني هذا الكشو بيه هاي الانتي بودي لو ما بيه؟ فاجي اجيب انتي بودي ثاني واعلمه احط بيه صبغه، واجيب هذا الكشو انا جاي ادرسه اضيف له. فاذا اجي هذا الانتي بودي قاعد على الانتي بودي اللي هو انا اللي مستهدفه بحث انتي بودي اجيبه يلزق على الفتشي مستهدفه، وبالتالي اذا قعد سوى له تغير لون، اذا ما قعد عليه وما تفاعل وياه ما راح يصير تغير لون. فسنتم اذا تشوفون بانه ثلاثه متغير لون والبقيه لا، اذا بهذا النسيج اكو تغير لون، اذا اكو بوزيتيف، اذا اجي احط اندر مايكروسكوب جاي اشوف اكو لون جوزي، وبالتالي يعني الانتي بودي موجود. اذا هنقول هذا الدياغنوسيس الاصلي، هذا عنده ثعلبه. ليش؟ لانه تصبغ. اذا المفروض ما عنده، اذا ما عنده وبالتالي الانتي بودي ما راح يلزق باي مكان، وبالتالي يكون كل تشو ابيض ما يتصبغ. فيعني الميونوهيستوكيمستري فادني بانه اذا شاك في شيء على مستوى خلايا على مستوى ريسبترات فاقدر اصبغن، وبالتالي يطني صبغه معينه اقدر اكتشف بانه هذا المرض موجود لانه تصبغ، لان هذا التشو تصبغ. اذا هذا الشيء بوزيتيف، اذا هذا المرض موجود. الميونو فلورسنس نفس الشيء، بس ببدال ما صبغه سيجنال يعني اعطي فلورسنت تاج، يعني هذا الانتي بودي يحطوا له تاج فلورسنت، بحيث من احطه تحت المجهر وبلون معين لازم اعطيه ضوء راح يشع، مني يشع معناه اكو هاي التشو بوزيتيف. هذا لانه انا من علمته واجا هذا التشو شع صار عنده بي ايش يعني تحت الضوء، انا راح استلم سيجنال يعني راح استلم اشاره ضوئيه من هذا التشو، اذا من هذا النسيج. اذا هذا النسيج ايش بي هاي الماده الان المستهدفه، وبالتالي بي شنو هذا الماده المستهدفه، وبالتالي موجود هذا المرض داخل هذا التشو. فالميونوفلورسنس ما اريدكم تدوخون، نفس فكره الميونوهيستوكيمستري بس ببدال ما تصبغات ضوء يسلطون ضوء ويحصلون الرفلكشن. فاذا حصلت رفلكشن معناها بوزيتيف، وبالتالي المرض موجود. اذا ما حصلت رفلكشن معناها نيجاتيف. الهيميونوهيستوكيمستري بنفس الشيء، اذا حصلت صبغه معناها بوزيتيف موجود، اذا ما حصلت معناها ما موجود. فهنا كلهن اجزاء من الهيستوكيمستري، من التصبيغات ومن الشغلات اللي تساعدني بانه اعرف موجود لو ما اعرف موجود. ما اريدكم تدخلون بي، اريدكم تعرفون المصطلح ميونوهيستوكيمستري وميونوفلورسنس. فلورسنس معناه ضوء بمعنى سيجنال، والهيستوكيمستري عرفناه بانه الهيستوكيمستري يعني على تغيرات كيميائيه على مستوى نسيج. طبعا حطينا اميون كل وحده منهن، ليش حطينا اميون؟ لان انا جاي استخدم انتي بودي، يعني جاي استخدم جزء من الاميونيتي، فسموه ميونوهيستوكيمستري ميونوفلورسنس. فأريدكم تعرفون الاسم، تعرفون بأنه عندي هذا الشيء كتكنيك دراسة الهيستوكيمستري اللي راح يفيدني بتشخيص بعض الأمراض. أريدكم تعرفون فكرتها. على سبيل المثال هنا بأنه مستخدم الميونوهيستوكيمستري بالبريست كانسر، أكو شيء اسمه هيرسبتين ريسبتر. فانا اكو يفيدني بالعلاج بانه الهيرسبتين ريسبتر يعني مستقبلات اسمها هيرسبتين بسرطان الثدي. سرطان الثدي اذا بي هاي المستقبلات نستخدم له خطه علاجيه اي واكون كلش يستجيب لها، واذا ما موجوده راح لا نستخدم له غير خطه بي، وبالتالي غير رجيم وغير علاج كل شيء يختلف. فاني شفت شلون الباثولوجي فادني بعلاج بريست كانسر. اجوا هذه القطعه من البريست تيشو صبغوها بالممبرين ستين، وبالتالي سووا له اميونوهيستوكيمستري يعني جابوا الانتي بودي اللي تلزق على الهيرسبتين هذا الريسبتر، وبالتالي تعطيني صبغه قلنا اميونوهيستوكيمستري.
فكلهن انصبغن بلون ازرق اذا جي تشوفون هذا اللون ازرق خلايا صارن زرق. اذا من اقول هذا من انصبغن الهيرسبتين بروتين بوزيتيف لو نيجاتيف، اذا بوزيتيف لان انصبغت، لو نيجاتيف ما راح تنصبغ، فبس هنا بوزيتيف لان انصبغت، وبالتالي راح استخدم الخطه العلاجيه اي اللي تستهدف للهيرسبتين وهكذا. فالفكره بانه احنا عرفنا بانه عندي هيج مجال بانه يدرس لي الاميونو هيستوكيمستري والاميونو فلورسنس. راح نجي الى تكنيكات اخرى يعني ضمن الباثولوجيكال تكنيك، مثل الالكترونيك مايكروسكوب، المجهر الالكتروني المسامعين به هواي، وبانه هذا مجهر دقيق راح يكون على مستوى مولكيول يعني سب سيلولر، يعني مولكيول داخل السيل، يعني داخلني ممكن أباع الأورغانيلز يعني الجزيئات مال الخلية، مو بس خلية، داخل الخلية. فإذا من هو الإلكترونيك مايكروسكوب، طبعا أكثر شيء جاي يستخدموه interpretation of renal biopsy in glomerular disease. يعني شنو معناه شو renal biopsy glomerular disease؟ renal biopsy يعني renal، يعني وبالتالي الخزعة المأخوذة من الكدني، من الكلية، renal renal biopsy خزعة يأخذوها من الكلية عفوا عم يدرسوها. وبالتالي بالالكترون مايكروسكوب راح ادخل على مستوى خلايا وسب سيلولا وتحت الخلايا، يفيدني بتشخيص في شيء اسمه جلوميلر ديزيز بالكدني بالكلى. عندي مصافي اسمهن جلوميلر، اذا صار بهن خربطه، صار ديزيز، صار بهن امراض، راح اقدر اكتشفهن عن طريق الالكترونيك مايكروسكوب. ماشي، هذا في شيء يعني راح تدرسوه بمجاله، بس انا اريد اوصلكم فكره بانه الالكترونيك مايكروسكوب يقدر يفحص حتى الاورجانيل اللي هي سب سيلولر، مثل الاستخدامات اللي هو رينال بايوبسي. بايوكيميكال تكنيك، يعني شنو بايوكيميكال تكنيك؟ يعني استخدمها في دراسه يعني انزيمات معينه، في دراسه كيميكال معينه مثل الصوديوم بوتاسيوم مثل ما قلنا مرتفع منخفض، عاود اوصل التشخيص. على سبيل المثال اهل الجلطه القلبيه اذا صارت عندهم تغييرات بالتخطيط، بس بعدني شاك هل هو هذا جلطه او لا، ادزهم فد كارديك انزيم، فد انزيمات يفرزها الكارديك مصل الخلايا العضليه، من يصير بيها دامج، من يصير بيها موت، تنفرز، من تنفرز تروح للدم. فانا اجي راح اقيس نسبتها، اذا عاليه اذا عندي جاي موت الخلايا العضليه، اذا هذا عنده جلطه. وبالتالي انا بهاي التكنيك اللي هي بايوكيميكال تكنيك عرفت بانه هذا البيشنت عنده ام اي، عنده جلطه، وغيرها من الامثله، عنده ارتفاع بالبوتاسيوم، عنده انخفاض بالكالسيوم. فاستخدم الكيميكال اموت اعرف هذا الشيء. فالبايوكيميكال تكنيك اللي هم يدرس على مستوى فلويد، على مستوى الكترولات، سيرم، انزيم، يعني على مستوى الدم، لانه يعني على تحليل الدم البسيط اللي احنا نقول نسوي تحليل دم، وبالتالي نعرف انه ايش عنده خربطه، دزه تحليلات دم دائما الطبيب صار عنده تشخيص بباله، يكتب تحليلات دم فلان فلان فلان، هاي التحليلات روح سوي لي اياها. ليش؟ لان راسم خطه بباله، شاك بشغله معينه، يريد يستخدم هاي التكنيك على مود يوصل للحل، يوصل للدايجنوسيس. فيستخدم بانه يدزه تحليلات، هاي راح يقيسون كيميكال معينه مثل صوديوم بوتاسيوم، يقيسون انزيم مثل كاديك انزيم على مود يوصل للتشخيص. فكلينيكال رول اوف بايوكيمستري، هسه انا كلينيكال رول كنا تشخيص، يعني طبيب جاي يشخص، اللي هو مونيتورنج، يقيس الفلويد والالكترولات، يقيس السيرم انزيم، لانه عندي سيرم انزيم معينه ترتفع مثل ما قلنا بالام اي، على مود يوصل التشخيص معين، مثل ارتفاع الكارديك انزيم بيمن بالام اي اللي هي مايا كارديال انفاكشن، اللي هو الجلطه القلبيه، انفاكشن موت، مايا كارديال يعني خلايا العضلات القلبيه. هيماتولوجيكال تكنيك، مثل ما قلنا احنا هنا الهيماتولوجي يهتمون بدراسه امراض الدم، فهنا يجون يقيسون نسبه خلايا الدم البيض، خلايا الدم الحمر، من الصاعد من النازل، ويسوون خطة على ظاهر يصلون التشخيص ويعطون علاج. فهم الكالكوليشن مال البلود سيل كاونتينج، عفوا قد عددها،
والكواجليشن فاكتور عوامل التخثر، قلنا بعض الامراض تسوي تخثرات، بعضها تسوي نزيف وهكذا. فالهيماتولوجيكال تكنيك يجي يقيس خلايا الدم البيض هالقد، خلايا الدم الحمر هالقد، الكواجليشن فاكتور هالقد نسبتهم، الفاكتور السابع هالقد نسبته، الثامن هالقد نسبته، يعطينا ارقام على ضوءها نقدر نشخص. السيل كلتشر بانه انا اجي هاي السيل كلتشر بانه ازرع خلايا داخل ميديا، الميديا اقصد بها وسط مناسب، اجي انا خلايا سرطانيه شاك بها، يعني سرطان بعدني ما استبعدته، فلازم اسوي له كلتشر، يعني كلتشر زراعه. اذا سامعين بانه ياخذ خزعه ويدزها زراعه، يدزها زراعه، يزرع هاي الخلايا، يحطها بوسط ملائم، بعد هاي الخلايا تقدر تنمو بي، يعني تقدر تكمل فعالياتها الحيويه، وبالتالي يجي يراقبها اثناء فعالياتها، شوفها تنقسم بسرعه انقسامات مخربطه، اذا هاي ممكن كانسر، يشوف الجين مالته اثناء الانقسام هل هو عدل وحلو لو مخربط، فيحطها باتراكتيف ميديوم تقدر تعيش بيها، بحيث السيلولار انفايرمنت كان موديفايد اند ريسبونس تو ات مونيتور، بحيث انا احطها ببيئه بحيث اقدر، بحيث هي الخليه تقدر تعيش واقدر، وبالتالي اقدر اغير عليها واقدر اراقبها، هاي التغيرات تصير اقدر اراقبها. اكثر شيء تفيدني بالسيتوجينيتيك اناليسيس اللي هي مال الكانسر مال السرطانات، هنا يدرسون على مستوى خليه خليه، شوف اكو خلايا سرطانيه لو لا، ويحللوها ويوصلون للتشخيص. فهو الدياجنوستيكلي وين يفيدني السيل كلتشر؟ بحيث يفيدني are used to prepare chromosome separate for cytogenetic analysis، بأنه يدرس المادة الكيميائية أو المادة الجينية اللي هي الكروموسوم بالتحليل، يعني بالcytogenetic analysis، وبالتالي راح يعرف بأنه خلايا سرطانية أو لا. طبعا ذني احنا الطرق اللي خدناها كلهن بسرعة، اللي احنا قلنا من البريبيرين، من الهيستوكيمستري، الميونو هيستوكيمستري، الالكترون مايكروسكوب، بايوكيميكال تكنيك، هيماتولوجيكال تكنيك، سيل كلتشر. فكرتهم شنو هسه احنا هواي صارن ودخنا بيهن، لا لا تدوخ ولا هواي صارن، هن سهلات، هن عباره عن مصطلحات من تمر بيك تعرف بانه هاي تكنيك يستخدموها على مود يدرسون، سيل كلتشر يسرعها بميديم على مود يدرسوها، الالكترون مايكروسكوب، هيستوكيمستري بانه يستخدمون صبغات، هي تكنيك على مود يدرسون، هاي النتيجه او هاي الرساله اللي اريدها توصل لك وتبقى ببالك. اخر شيء اللي هو يعتبر جزء من هاي التكنيك بس جزء حديث، اللي هو مولكيولر بايولوجي، على مستوى مولكيول، على مستوى يعني جينات داخل الخلايا، على مستوى بروتينات داخل الخلايا راح تصير الدراسه، مو على مستوى الخلايا، فشيء داخل الخليه اللي هو يهتم بدراسة الخلايا. هنا ما ردكم تدوخون، راح تشوفون أسامي صعبة، جينات، هذا شنو، شو صعب، شو ما مفهوم، لا هو عبارة عن اسم وفكرته عمود تبقى ببالكم، عمود واحد من يسولف بي، عمود من تنطرح مستقبلا بغير كورسات أو بنفس الكورس، عندكم معرفة بهذا الشيء. فالموليكولار بيولوجي هو يعتمد على دراسة التغييرات اللي تصير بالجين وتعطيني امراض، يعني يعتمد على الدي ان اي والار ان اي، وبالتالي اللي تعطيني تغيرات اللي هن منو ايرور ان جينوميك دي ان اي، فيدرس لي ديفكت ان كيميكال ستراكشر اوف مولكيول ار ان فاكت ريزلت اوف ايرور ان جينوميك دي ان اي، يعني راح يدرس لي التغيرات الكيميائيه اللي تصير على مستوى جزيئات على مستوى ماده وراثيه اللي هي دي ان اي، واضح؟ يعني يجي يدرس المادة الوراثية وين اكو ديفكت بيها، اكو ايرور، راح يدرسه وبالتالي راح يعرف انه هذا الايرور سوى لي هيك مرض. عدة ثلاث طرق او يعني راح نتناولها، ولا هي هواي طرق، وطرق جديدة جت تصير، طرق حديثة جت تبتكر. واحدة منهن السايتو هبريدايزيشن تكنيك ICH. الطريقة الثانية DNA مايكرو ار اي. الطريقة الثالثة PCR، اذا هواي سمعتوها بكورونا، شنو ذني، شو اسامي صعبة، لا اريدك بس تعرف الفكرة الاساسية وشنو هي واسمها.
انساتو هبريدايزيشن تكنيك، الانساتو يعني بالمختصر هبريدايزيشن يعني اني اسوي تهجين، انا بنفسي هبريدايزيشن معناه تهجين، فانا التهجين داخل المختبر راح اسوي تهجين الماده الوراثيه، بانه الفكره بانه اجيب ماده وراثيه سواء دي ان اي او ار ان اي اريد ادرسها، راح اجيب مثلا اريد ادرس الماده الوراثيه مال اهل فقر الدم المنجلي اشوفها هل هي موجوده لو لا اللي سيكل سيل ديزيز، انا اعرف السيكونس مالتهم مال الدي ان اي يعني التسلسل مال الدي ان اي، وراح اجيب دي ان اي لهاي اهل السيكل معلم بي بروب بي صبغه اجيبه ادخل على هذا مال خلينا نقول مال البيشنت اي مال المريض اي، اجي اذا دخل داخل يعني هذا البروب مفروض اذا موجود عند المرض وانا مطي القطعه اللي موجوده مال اللي هو الهيموغلوبين اس مال السيكل يعني مال الفقر الدم المنجلي، اذا موجود المرض راح يدخل ويا الجين مالته ويتفاعل ويتكاثر وبالتالي الجين راح يتصبغ، من تصبغ انا عرفت تصبغ اذا عنده هذا المرض، اذا ما دخل وما تصبغ اذا ما عنده هذا المرض. فهو شنو الفكره الانساتو الاي سي اتش انساتو هبريدايزيشن make the presence of specific genes، انا اطلع الجينز اصبغه ويطلع، اذا موجود اذا عند هذا المرض، ما موجود ما عند هذا المرض. اوكي، فاريد تعرف الفكره بانه تداخل على مستوى جينات يصبغون ويشوفون وتعرف الاسم. دي ان اي مايكرو اري نفس الفكره نفس الشيء بالضبط، يعني هم بالاخير يسوون هبريدايزيشن بس طريقه شويه حدثوها يعني للدخول صارت اسامي هو لا نفسها سهله، بانه دي ان اي مايكرو اري بانه اني اجيب مجموعه من الخلايا شاك بانه اكو بيهن نورمال اكو بيهن لا اب نورمال، هم اجي اصبغهن فالاب نورمال راح يطلع لي متصبغ والاب نورمال يعني نورمال راح يطلع لي ما بيه شيء، والاب نورمال راح ياخذ الصبغه اللي هي على مستوى الجين مثل ما قلنا. ف determine pattern of gene expression بانه اكو جينات معينه اريد اصبغها اشوفها موجوده، اذا موجوده اذا هذا بوزيتيف. فساعد ال ICH انساتو هبريدايزيشن الدي ان اي مايكرو ار اي البي سي ار، هواي بي سي ار يسوي لك مسحه كورونا بي سي ار مسحه، صار لنا سنتين بي سي ار كانت ما موجوده جهاز او جهازين بالنجف، لما صار البي سي ار بالمختبرات بالشارع موجود. اللي هي شنو فكرتها؟ يجون بانه انا عندي تارجت مثلا الدي ان اي مال فلان فيروس، مثلا الماده الوراثيه مال كوفيد اريد ادرسها، هل هذا المريض عنده كوفيد لو لا؟ اجوا سووا مسحه طلعوا حطوا سووا له بي سي ار اي والله بوزيتيف، شلون عرفوا؟ يجون هاي اللي هي مثلا الماده الوراثيه مال كوفيد اللي هي معروفه راح يدرسوها، هاي خلينا نقول يحطوها بالجهاز، هذا الجهاز من اسمه بوليميريز تشين رياكشن، بانه راح يضاعفها راح يضاعفها لما مثلا اذا هي كانت ماده وراثيه واحده راح يسويها 10000، من راح يسويها 10000 راح هي تكون معلمه راح تكون واضحه للعيان اذا هذا بوزيتيف. فهي البوليميريز تشين رياكشن بانه سلسله، اذا جاي يشوفون سلسله تضاعف. بي سي ار مينيت كوانتيفاي اوف نيوكليك اسيد يعني الماده الوراثيه الحامضيه ار امبليفاي يضخموه، وبالتالي راح اقدر شنو اقدر ادرسها، راح يعني يضخمون الماده الوراثيه على مود يعرفون بانها موجوده او ما موجوده على مود يدرسوها. فهسه انا ما اريدكم تدخلون بالموليكيولار باثولوجي بانه بس الاسامي على مود من تمر عليكم تعرفون بانه على مستوى جينات على مستوى دي ان اي على مستوى امر ان اي على مستوى ماده وراثيه جاي صار الدراسه اللي هن البي سي ار دي ان اي مايكرو ار اي والاي سي اتش انساتو هبريدايزيشن. الاوبجكتيف الاخير او قبلها واحد دائما احنا قلنا نسال ليش نجي ندرس المايكرو، شنو السبب يعني ليش درسناه؟ على سبيل المثال اللي طرحناه او السيكل اللي هو الفقر الدم المنجلي، هذا شنو الديفكت؟ هذا الديفكت يصير على مستوى دي ان اي، على مستوى يعني تغير بالدي ان اي، بدل ما الهيموجلوبين عادي طفر بروتين واحد تغير او يعني نيوكليوتيد ماده حمضيه واحده تغيرت، غيرت البروتين وغيرت هيموجلوبين الدم كله تغير. فانا من راح اجي راح ادرس مثلا الهيموجلوبين اس يعني الجين اللي راح يطلع لي هذا المنجلي اشوفه موجود اسوي له الاي سي اتش، اذا تصبغ اذا هذا عنده هيموجلوبين اس عنده خلل بالماده الوراثيه. اوكي، او يفيدني بدراسه الكانسر بانه
الخلايا الطبيعية بها جين طبيعي مدروس. الخلايا السرطانية لا، راح يصير بها تغيير بالجين، اكو جينات تتحكمني على السيل جروث، راح ممكن يجيها او سيل ديث، راح تشوفوها ان شاء الله بالمحاضرة القادمة. الخلية من تكبر تكبر توصل مرحلة لازم تموت، فاكو سيستم يموت هاي الخلية. اذا هذا السيستم جيناته تغيرت، وبالتالي خلينا نقول هذا السيستم ما راح يقدر يقتل الخلية، وبالتالي الخلية راح تتخبل وتتكاثر تتكاثر تتكاثر، راح تسوي لي السرطان. فانا راح ادرس هذا الجين اللي يتحكمني بالسيل ديث، او الجين اللي يتحكمني بتكاثر الخلية، هل هو طبيعي او غير طبيعي، وبالتالي راح ادرس اعرف بانه هذا راح يصير نيوبلازم، راح يصير سرطان لو ما راح يصير سرطان، او عنده سرطان لو ما عنده سرطان. فكلها على مستوى مولكيول، على مستوى جينات، على مستوى بروتينات، على فتشي جوا الخليه، ماده وراثيه. طبعا الموضوع الاخير اللي هو ختاما لهذه السيشن التعريفي بانه learning pathology، انا شلون راح ادرس الباثولوجي؟ انا سائل خذناها كل هي المصطلحات تعريفيه لعلم الباثولوجي، عرفنا شنو الديفيجن، شنو اللي تناوله، شنو تعريفه هو، شلون درسه التكنيك. هسه انا شو راح ادرسه؟ الباثولوجي راح يدرسه يعني كطبيه او بصوره عامه ميديسيني، يدرسه على شكلين، وهذا راح تلقوه موجود عندكم بالسمستر الاول والسمستر الثاني. General pathology وشنو؟ و systemic pathology. General pathology التغيرات اللي تصير يعني بصورة عامة على كل الخلايا، على كل الأنسجة. أكو خلايا يعني أكو في شغلات general مثل cell death, cell injury، بغض النظر على نوع المرض، بس أكو من راح يسبب لك فتحة خربطة، ممكن تموت الخلية، فموت الخلية في شيء general، يعني الخلية القلبية cell injury، الخلية العضلية cell injury، الخليه مارس باراتري التنفسي سيل انجري، كل سيل انجري، فشيء جنرال. فراح يندرس على شيء جنرال باثولوجي اللي يهتم بالسيل انجري، يهتم بالابوبتوسيس، يهتم بالسيل جروث، نيوبلازم مثل الكانسر، بغض النظر عن الموت عن الموقع، هو اكو نيوبلازم، سرطان بالرئه، سرطان بالرحم، سرطان بالامعاء، بغض النظر عن السايت مالته، عن السيستم مالته، هو اكو الى اساسات جنرال، لانه شلون الجروث يصير مخربط وينتشر. فهذا من يتناوله جنرال باثولوجي، فشي جنرال عام، باثولوجي عام، يعني دراسه علم الامراض على صوره عامه، ليدرس لك الخلايا، الانسجه، هذا جنرال. القسم الثاني اللي هو شنو؟ سيستميك باثولوجي، يجي يدرس السيستم بأنه cardiovascular system، يعني القلب، يعني جهاز الدوران وأمراض جهاز الدوران، neuropathology الجهاز العصبي، أمراض الجهاز العصبي، وهكذا إلى آخره من السيستمات. فإحنا مثل ما قلنا عندنا general pathology، عندنا systemic pathology. general pathology صورة عامة مثل ما قلنا بأنه أنا من البداية الجول مالتي أعرف الإتيولوجي، الكوزيشن، شنو السبب وشلون صار الميكانيزم مال الديزيز، شلون صار، وإذا مثلا بي إنفكشن ليش الخلية تتضرر وتصير بها التهابات، ليش؟ فهو يعني أوش ليش عرفنا؟ لأن بيها فيروس مثلا فلان كوفيد، شلون سوى هاي الأعراض، الميكانيزم باثوجينيسيس، ما بغض النظر عن نوع المرض، هذا بشيء مشترك. وبالتالي راح يدرس لي major categories of disease، يعني أقسام معينة عامة، اللي هي مثلا cell injury، اللي هي injury بمعنى خلل أو بمعنى إصابة الخلية أو موت الخلية أو ما وصل لموحات الموت، بأنه injured الخلية، خلينا نقول مصابة. degeneration بأنه تحلل، الالتهاب، الانفلاميشن، الهيلنج، شلون يصير هيلنج للجريح، كل شيء شلون يصير ريبير، شلون يرجع النسيج الى حالته. والنيوبلازما اللي هي سرطانات، ذن كلهن جنرال بغض النظر عن الموضوع. السيستميك لا، على مستوى شنو السيستم، مثل الكارديوفاسكولار سيستم، الريسبيراتوري سيستم، لانج، وبالتالي راح يدرس
سيستم سيستم الامراض مال كل سيستم مثل الكارديوفاسكولار باثولوجي، جاسترونتستينال باثولوجي والى اخره. مثل نجي ندرس الابندسايتس اللي هو مصران اعور زائد الدوديه، لان كانسر اللي هو سرطان مال الرئه والى اخره. راح يدرس شغله شغله، يدرس مثلا شنو اسباب اللون كانسر، سموكينج ما سموكينج، شلون يتطور اللون كانسر الباثوجينيسيس، شلون اعراضه، شلون تشخيصه، شلون علاجه، هذا على مستوى السيستم. طبعا ننتهي، وهذا اخر يعني سلايد للمحاضره ككويك ريكاب للمحاضره بصوره سريعه. الفكرة الأساسية منها قلنا بأنه محاضرة تثقيفية لعلم الباثولوجي تعريفية إله، تعرفون شنو أجزائه، شنو هو مثل ما بدينا بالبداية عرفنا الباثولوجي اللي هو study of suffering، عرفنا بأنه يهتم بالكوز etiology يعني السبب، ويهتم بالباثوجينيسيس شلون صار، وبالتالي نقدر نسوي prevention وtreatment. خدنا الأقسام مالته اللي هن 10 أقسام تقريبا، هيستوباثولوجي، ميونوباثولوجي إلى آخره. عرفنا التكنيك اللي درسوها بيها بأنه gross pathology بالعين المجردة أو لا بالمايكروسكوب، وبالتالي كملنا التكنيك. قلت لكم تتعرفون على الاسم مال كل وحدة شنو يعني الفكرة مالتها مجرد. وخدنا الدور بأنه قلنا الباثولوجي ندرسه general درسه systemic. ان شاء الله راح خلال الكورس الاول نكمل وياكم الجنرال باثولوجي، والكورس الثاني راح يبدي السيستميك باثولوجي. ان شاء الله نبدي وياكم المحاضره الجايه سيل انجري، اللي راح نتعرف على تفاصيل هاي السيل انجري، تفاصيل كل واحده منهن، شلون البروسيس راح تكون، وبالتالي شلون راح تنتهي الخليه بانه ابوبتوسيس ريبير وهكذا. ونكمل وياكم بقيه المواضيع. الجدول دزيته يعني على الجروب، اطلعوا عليه، اطلعوا على مواضيعكم. وطبعا حبيت همينات اعيد عليكم بانه هاي المادة فهمية تحتاج انتباهكم، تحتاج ربط، تحتاج بانه انت تهضم المادة تفهمها باسلوبك الخاص. واحنا راح نعطيكم طرائق حلوة، راح نعرض عليكم صور تسهل عليكم هاي القضية، بس انت اول وتالي لازم يكون عندك استايلك الخاص. يعني اكو استايل يحبون يقرون صور وما ادري شنو يربط فكره بها، اكو استايل لا والله يسوي التخطيطات، اكو استايل لا والله يكتب تلخيصات. فانت كل ماده حاول تسوي استايلك الخاص بيك، اللي تشوفه على نفسك بانه تجي تفهم. واي سؤال اي ماده لا تستحي ابد، ولا تستحي من اي نوع من الاسئله مهما كان. يعني ممكن اتفاهم 95% من المادة بس عندك 5% تكملها بسؤال مهما كان. مرات أسأل أسئلة أني أسئلة بسيطة تافهة، مرات يعني بس أريد أكمل أكو فكرة ببالي أريدها تكمل الحلقة. يعني يشوف غير والله يسأل أسئلة، هذا عادي خير شو اللي شغله يعني. باكر عقبه ما راح يتذكرني ولا أنا راح أتذكره، بس راح أتذكر هذا السؤال اللي كمل لي حلقة ببالي، أكمل لي فكرة، هاي الفكرة راح تبقى ببالي. فلا تترددون بسؤال، أي سؤال، أي استفسار أو أي شيء ما فاهمه تواصلوا ويانا بالجروب، وإن شاء الله راح نبقى على تواصل وياكم. كوزات مستمرة همينات، نحاول نشوف شنو طبيعة الأسئلة اللي يجيبوا لكم إياها، نجيب لكم أسئلة مماثلة إلها، وباقين على تواصل وياكم. وإن شاء الله دوام التوفيق ودوام الإبداع ودوام الإنجاز ودوام العطاء. شكرا جزيلا لكم، ونلتقيكم بقية المحاضرات بقية الكورس بأمان وبخير إن شاء الله. مع السلامة.